رح نحكي عن موضوع كتير سالي يمكن عم ينحكى عنه ومتخوفين منه كتير وما بنعرف كتير تفاصيله. يعني يمكن مزبوط زينب، يمكن في شغلات لأنه جديد هو المرض، هو الفطر موجود ولكن المرض جديد علينا، فالفطر الأسود هو الهاجس لكل هلأ يلي حابب يعرف عنه أكثر. مساحتنا اليوم رح نسلط فيها الضوء عن هذا المرض يلي تردد ذكره مؤخرا، هو الفطر الأسود، أسبابه، هل هو بيعدي، وقاية وطرق العلاج. أكيد رح تعرفنا عليها الدكتورة فادية حمود، اختصاصية بأمراض العين، شموط، اختصاصية بأمراض العين وجراحتها. دكتورة فادية يمكن ضاع الوقت لأني عم بفكر بالفطر الأسود. يسعد لي صباحك، صباح الخير ضيفتنا الدائمة دكتورة فادية، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني دكتورة يمكن أكثر سؤال عم تنسأليه هلا، شو هو الفطر الأسود قبل ما نبلش بأعراضه وأسبابه وكل شيء؟ تمام. هلا بالنسبة للفطر الأسود، هو عبارة عن نوع من أنواع الفطريات موجود بالجو بالوسط الخارجي، تقريبا نحن بنستنشقه يعني بشكل طبيعي احيانا. هو غير مرضي لانه هو متعايش، يعني هو مثل احد انواع الفطور والبكتيريات المتعايشه مع الجسم البشري. نعم. هلا هو بيصير مرضي لما بيدخل للجسم وبيكون الجسم ما عنده استعداد مناعي لانه يقاوم هذا النوع من انواع الفطريات، وبالتالي بعد منها بيظهر بشكل مرضي. نعم. هذا هو الفطر. هلا نحن كنا ما نسمع عنه ابدا لانه مثل ما حكينا انه هو نوع من انواع الفطريات. كان يصيب بعض الحالات الناس المدنفين مناعيا مثل مرضى السرطان، مرضى اللي بياخذوا ادويه مناعيه. نعم. ذاتيه، مرضى اللي بياخذوا كورتيزون كثير، مرضى الايدز كان كثير منتشر عنده. نحن باعتبار هذا المرض ما له كثير عندنا موجود، لذلك ما كنا نشوفه. بلش نحن نتعرف عليه اكثر شيء وقت صارت في عندنا جائحه دلتا. نعم. بالهند انتشر انتشار كبير اكثر شيء بالهند. نعم. تقريبا صار عنده فوق 8000 حاله، وبعد منها صارت العالم بقى تعرفه وتتخوف منه. نعم. طبعا هو ظهوره كان تزامنا مع جائحه الكورونا. كورونا. نعم. هلا يمكن المشاهدين عم يقولوا انه الدكتوره فاديه اليوم هي اختصاصيه في امراض العين وجراحتها. طبعا هو الفطر الاسود اول ما بيفتك هو بيفتك بالعين، نحكي عنه. تفضلي. تمام. هلا هو لما بيدخل الجسم طبعا بيدخل عن طريق الاستنشاق، فبيهجم على الجيوب الانفيه والجيوب الفكيه وفورا بيغزي العين. خوف اكثر من كورونا على فكرة. تمام. هلا هو ما نخاف لانه هو اجمالا مثل ما حكينا مرضى الكورونا ليش عم يظهر عندهم؟ هو الكورونا بحد ذاته مرض مضعف للمناعه، وبيكون المريض بحد ذاته كمان عنده امراض مناعيه ضعيفه، يعني بيكون مثلا مريض سكري مهمل، عم يضطر احيانا نعطي كورتيزون. نحن مرضى الكورونا عم يرتفع السكر بشكل كمان كبير، مرضى غسيل الكليه، مرضى اللي عندهم امراض مناعه ذاتيه مثل داء بهجت والداء الرسالي، دول بياخذوا كورتيزون فترات طويله كمان عم يكونوا عرضه لهالشيء، بالاضافه مرضى السرطان ومرضى الايدز. لذلك نحن ما لازم نخاف منه. هلا مريض الكورونا، مو كل مريض كورونا اكيد رح يصاب بالفطر الاسود، لا، هو رح يكون مناعته تقريبا شبه صفر، لذلك هو انصاب فيه. ليش العين؟ مثل ما حكينا بيفوت عن طريق الجيوب الانفيه، بيغزي جوا. لما بيدخل عن طريق الجيوب الانفيه نحن ظاهريا ما شايفين شيء، لما بيصير بالعين بقى بيكون بلش يظهر للخارج، بيظهر على شكل قشور، بتظهر على الاجفان وخاصه السفليه. بقلب العين بيكون في احمرار شديد، بيكون في وزمه، يعني العين بتجحظ لبرا وبصير فيها وزمه، في احمرار، في حراره، في حمى، كل هدول. تمام. هلا لما ببلش بقى بيغزو بشكل اكبر، يعني بينتشر بالجيوب الانفيه بشكل اكبر، وبيبلش تاكل بالعظام وبينتشر للجمله العصبيه المركزيه، ببلش بقى المريض بالهلوسه. نعم. بصير المريض بهلوس، بيفقد الوعي، حرارته بصير عاليه جدا، وقتها بصير يعني المريض شبه هوبليس، يعني بصير المريض غير قابل للعوده للاسف. طيب يمكن مثل ما عم نحكي المرض الفطر الاسود بخوف لانه بيقولوا مرض قاتل ومميت، هل هو قاتل ومميت فعلا ولا في اساليب للانقاذ والعلاج؟ يعني هلا هو طبعا في له اساليب، يعني مجرد ما تشخص الفطر الاسود، يعني احنا اذا عندنا مريض مصاب بالكورونا مجرد ما شفنا عنده فطر، جحوظ بالعين، احمرار، حراره ما عم تنزل، وفورا لازم نحن نعمل خزعه ونشوف اذا عنده فعلا الفطر موجود، لانه هو في له دواء.
هو دواء بالأنفوتروبسين بي بيتسرب له وريدي للمريض وكذا، وفي حالات شفيت يعني بالمراحل الأولى، لكن لما بيتأخر علاجه لدرجة أنه انتشر بالجيوب وبلش ينتشر للجملة العصبية المركزية بيصير مثل ما حكينا هو صعب. المريض بحد ذاته مضعف، ومعظمهم بيكونوا على المنافس يعني ما بيعرف ما عم يعبر المريض شو صاير معه، ما عارفان شو صاير معه، بيكون الفطر عم ينتشر. بهيك حالات احيانا انه عم قد يؤدي الى الوفاه للاسف، لانه نحن لما بيكون انتشر للاسف بعض الاطباء بيلجأوا لشيء اسمه استئصال، يعني بنستأصل العين، بنستأصل الجلد كله اللي حواليه، بصير المنظر كثير كمان مزعج للمريض ولاهل المريض. تمام، ان شاء الله يا رب هيك، الله يحمي الجميع وما هيك يصيب حدا اي مكروه. لكن يمكن دائما بيقولوا الوقايه خير من قنطار علاج، او اذا مثل ما ذكرت دكتوره لحقوا بكير، يعني ما ينطر حاله يترك حاله يحط مثلا بالبيت مثل جنت ميسين او شيء ما يعرف هو شو، دغري راجع الطبيب. قد ايه مهم هذا الموضوع؟ نحن بناكد كثير على مرضى السكري اكثر شيء. هلا مريض السكري سكره بيكون على الحد، نيجي انتم قبل شوي كنتوا عم تحكوا على السكري، يعني هذا موضوع كثير هام خاصه هلا بوقت الكورونا. ضروري انه مريض السكري لما اذا بحس حاله هو عنده اعراض كورونا ما فورا يلجا للانتيبيوتيك والكورتيزون مشان ينقذ حاله من الكورونا، بيلجا لهالشيء بيقوم بفوت بمتاهه الموضوع الفطر الاسود. فلذلك مريض السكري بالذات ما لازم، اول مريض اللي بيعرف حاله مناعته ضعيفه ما ياخذ اي دواء. هلا بيعطوا للسكري اللي معه مرض سكري كورتيزون؟ احيانا قد يلجأوا بس بحسب استشاره الطبيب، يعني بده ينعطى بمشفى بالحالات الضروريه الضروريه جدا ممكن ينعطى، بده ينعطى تسريب وريدي، وبالمقابل بده يتراقب سكره على مدار 24 ساعه، في حال كان عم يرتفع بينعطى بالمقابل له شيء خافض للسكر، يعني بحيث يكون في تعادل بالمساله، بيرفع السكر. لا نرفع سكرنا كثير وبنفس الوقت ما بدنا نضعف مناعتنا كثير. فبهيك حالة لازم تكون ضمن استشارة الطبيب. حتى أي من غير مريض سكري أي واحد عنا بيشعر بأعراض كورونا مو يروح على الصيدلي والله أعطيني ديكسون أعطيني أزيتاميسين دغري عم يجوا بيعطوا على كيفهم. كل دواء سلاح ذو حدين لأي مريض، المفروض يكون ضمن استشارة طبيب، وخاصة بموضوع الكورونا ما مو لعبة أبدا يعني. نعم، يعني دكتورة مثل ما قلنا يمكن تعرفنا شوي على الفطر الأسود، ناس قرأت عنه كتير على مواقع السوشيال ميديا، لكن في كتير من يمكن أساليب الوقاية اليوم عم يتبعوها العائلات السورية هي مثل أنه بيجي من الخضار المعفنة أو من الرطوبة الزايدة أو من البرادات اللي بيعيش فيها الفطر الأسود. هل هي المقولات صحيحة؟ وشو هي الأساليب اللي فعلا لازم يوقوا العالم منهم؟ هلا هو اجمالا ما له علاقه لا الخضار ولا هالقصص، هو موجود، حكينا موجود بالطبيعه بالوسط الخارجي بالزريعه وين ما كان ممكن يكون موجود. هلا موضوع النظافه مطلوبه من غير فطر اسود، طبعا يعني نحن هلا بوقت الكورونا من كثير بناكد على موضوع انه الخضار لما بتفوت على البيت انت مالك عرفان الكيس شو فيه، ما بتعرفي الخضار هي مين ماسكها كم ايد ماسكتها، ضروري انه تتاخد تنتقع بالماء والصابون او بشويه خل قبل هي بعد منها تتنشف منيح وتنحط بالبراد. كل الاطعمه لازم هيك، ايدينا نحن هلا عم نتعرض لاستخدام العمله النقديه، عم نمسك كثير شغلات بطريقنا، كمان مو غلط وين ما رحنا بهالفتره هي الحرجه نحن هلا موضوع التغسيل كثير ضروري، النظافه الشخصيه هلا مساله كثير مهمه حتى من غير الفطر الاسود، لانه موضوع الكورونا مو بس الفطر الاسود اللي هو مميت فيه، نعرف نحن في اصابات ثانيه بالكورونا عم تصير هي اللي عم تسبب الوفاه، الاصابات الرئويه والكلويه وهالقصص هي كلها، فموضوع النظافه الشخصيه غسيل المواد وغسيل الخضار هي ضروريه جدا. نعم، يمكن موضوع جدا مهم عم نحكي فيه دكتوره، وايضا خلينا نحكي عن تنظيف البرادات ايضا، عن العالم اللي هلا عم بتكب الخضره والفواكه المستويه شو بنقول لهم؟ هلا هو تماما، هو دائما الخضار لما بتكون بتعفن لابد من التخلص منها، هي ونظافه البراد ضروريه جدا، مجرد ما الاطعمه طلعت رائحتها بال هو ممكن انه الفطر بيتخيل انه بينعاش بالاماكن الرطبه وين ما كان ممكن ينعاش، يعني انا اذا هلا مثلا عندي زريعه بالبيت ماشي نظفتها هالزريعه سقيتها وحبيت هيك انظفها وهي
مجرد ما خلصت التنظيفه المفروض اني انا فورا فوت على اللي وغسل ايدي. يعني مجرد انا تماسي مع اللي هي حتى هو ما عمل لك اياها، ممكن يتواجد على السطوح الخارجيه مو شرط البراد، ممكن يتواجد على السطوح الخارجيه حتى نحن، بس هو مشان يكون معلش المشاهدين يعني عندهم عن الموضوع، هو غير معدي من شخص لاخر. يعني انا مثلا كطبيبه جاني مريض مصاب وفحصته وكذا، اكيد انا ما رح انعدى من هلا هي لملامسته لهالمريض، هي بجوز انعدى من الكورونا بحد ذاتها، لانه هو مثلا ممكن تنتقل عن طريق الرذاذ او هالقصص هيك. لا هو غير معدي من شخص لشخص، لكن هو معدي مجرد انك لمستيه من الوسط الخارجي. نعم. فات لجسمك وهالجسم هذا كان ضعيف مناعيا فبيظهر وقتها. تمام، هون خلينا نحكي عن تقويه المناعه، قد ايه مهم الانسان اللي انشفى من كورونا خلينا نقول، وان شاء الله هيك يا رب الشفاء للكل ما حدا بيصيبه أي أذية، قد ايه مهم يعوض فيتامينات ياكل يغذي حاله ما يهمل حاله مشان ترجع تقوى مناعته. بيقولوا مريض الكورونا بس ينشفى بترجع مناعته صفر زيرو، مثل كأنه انولد وبده شيء جديد، فهون احكي لنا عنه انت دكتوره. هلا نحن الفيتامينات موجوده بالجسم يعني بالاطعمه وموجوده على شكل كمان يعني ادويه عقار يعني بتقولوا حبوب او هوي. تمام ايوه. فنحن انا دائما افضل الواحد ياخذ شيء ناتشورال، يعني ما يلجا كثير للادويه الخارجيه لانه كلها فيها مواد حافظه. صحيح. هلا المناعه بتقوى بالغذاء اللي انت عم تاكليه، البروتين اللي انت عم تاكليه والرخيص المتوفر يعني. تمام. كله فليفله يعني هلا مثلا هلا موجود، هلا نزل مثلا البردقان والكرمانتينا والهي، مو غلط الفيتامين سي نحن ناخده عن طريق البردقان والكرمانتينا والليمون موجود. الفاكهه الموجوده كل بفصله الموجوده ياخذها الواحد، يعني مو شرط ياكسر فيها، اذا كل يوم اكل له قطعه فاكهه هو قوى مناعته. والابتعاد عن كل شيء بيضعف المناعه، مثل ما حكينا ما ياخذ ادويه بدون استشاره طبيب وخادم، موضوع الانتيبيوتيك، موضوع التدخين كمان هذا هلا لازم يعني كثير نحن حريصين عليه، لانه التدخين عم يضعف الرئتين وعم يضعف مناعه الجسم، وخاصه عن مثل ما حكينا عن مرضى السكري. صحيح. هلا الفيتامينات نحن كثير حريصين على انه دائما الفيتامين د، الفيتامين الزنك والفيتامين سي والفيتامين ب، هدول اكثر الفيتامينات اللي ممكن الانسان يعوضها بالادويه ويقوي فيها مناعته. نعم. ان شاء الله الله بيبعد عنا كل مرض ووباء، وهيك ان شاء الله السلامه للكل والسلامه لك والصحه لك دكتوره. نورتينا لليوم، ان شاء الله نهارك هيك بقيه نهارك يكون كثير حلو. ان شاء الله. شكرا لك وجودكم. ان شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا دكتوره، اخذنا من وقتك، عندك عمليات هلا ولكن لا نحن لنا حصه فيكي وبدنا نستفيد من جميع المعلومات اللي اعطيتينا اياها. بدنا نشكرك جدا، حيكون لنا وقفات ثانيه دكتوره لمواضيع اخرى. شكرا لك دكتوره فادية شموت، اختصاصية بأمراض العين وجراحة. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، يعطيك العافية.